هنعمل دجاج محشي بخلطة لذيذة. الوصفة دي عشان نعملها عايزين صدور فراخ طبعا حسب عدد الضيوف أو عدد الأسرة، وعايزين بصلة وكوباية طماطم مجففة واتنين نص كوباية كفاية، واتنين فص ثوم وكوباية مشروم، ملح وفلفل، رشة جوزة الطيب، 4 مكعبات جبنة كريمي، 3 معلقة كبيرة جبنة تشيدر مبشورة. وهنعمل صوص للفراخ بتاعتنا عبارة عن 2 فص ثوم، 2 معلقة كبيرة زبدة، 2 كوب كريمة، ومعلقة صغيرة ماسترد، و2 معلقة كبيرة ريحان. الوصفة دي طعمها لطيف، أنا بحبها جدا. وعشان نعملها عايزين هنحط جزء من الوصفة على النار من المكونات، والجزء التاني على البارد. فأول حاجة هنعملها عايزين نحط الزبدة وهنقلي فيها البصل. هاخد نص كمية الزبدة، وعندنا هنا البصل وعندنا الثوم هنحطهم معاه، وعندنا المشروم هاخد برضو نص المشروم هحطه مع الحشوة، والنص التاني هخليه مع الصوص. اللي هو هيتحط في الحشوة هحاول أقطعه صغير شوية، والنهاردة احنا عاملين 4 صدور، 4 صدور. نقطع المشروم اللي عندنا ونحط الأول البصل، هنقطع المشروم زي ما اتفقنا أصغر شوية. هنحط بقى الثوم، وعلى ما دي تستوي خلينا نروح نقطع كمان الطماطم المجففة، طبعا كوباية كتير، احنا بس ناخد شوية، يعني يمكن حتى نحتاج ربع كوباية لان احنا مش عاملين كمية صدور كبيرة. وهنحتاج تقريبا ربع كوباية بس. نحط بقى دلوقتي، نحط المشروم، خدها بقى حطها في بولة عشان تبرد شوية وأقدر أشتغل بيها. طيب هحط معاها دلوقتي الجبنة، وهحط معاها الجبنة التانية، وهنحط الطماطم المجففة، وهناخد الفراخ، ويا إما هنفتحها ونعملها نعمل لها جيب، يا إما هنفتحها اكبر ونلفها رول. انا بصراحة موضوع الجيب ده بيريح كتير، فانا هعمل لها جيب واحشيها بالحشوة بتاعتي جوه الجيب اللي هنعمله.
وحتى الطريقة دي مش بضطر حتى ان انا اقفلها بأي حاجة ولا خيط، وحتى التوث بيك مش لازم يعني، لان الحشوة بتفضل محشورة جوه ما بتطلعش. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ عايزين نحط الفراخ بتاعتنا في الفرن ونعمل الصوص. قبل ما احطها في الفرن عايزه ايه، نجيب الملح والفلفل، وهناخد بس شويه من الزبده كده نحطهم في قاع البايركس. كده وبعدين هجيب الفراخ وهحط لها شوية ملح وشوية فلفل. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة يعني تقريبا 200، هقعدها تقريبا 25 دقيقة علشان تكون لحقت تسخن. ودلوقتي نروح نعمل بقى الصوص بتاعتنا. الصوص علشان نعملها عايزين برضو بقية الزبدة دي اللي عملنا بيها ثلاث حاجات، وعايزين الثوم، نحط الثوم والمشروم وهنحط الماسترد والكريمة. هخليها بقى تغلي شوية، وأول ما تبتدي تغلي بظبط الطعم بالملح، بحط شوية ملح وبحط الريحان وبحط جوزة الطيب، وبحضرها عشان نحطها على الفراخ بتاعتنا. هسخنها بس شوية قبل ما نحطها طبعا على الفراخ، بس هي جهزت خلاص، أول ما غليت طفيت عليها على طول. وتعالوا برضو نروح نبص بصة كده على الفراخ نشوف أخبارها إيه. يعني قدامها شوية طبعا، قدامها يمكن ربع ساعة تقريبا. دلوقتي خلاص هنحط الريحان اللي عندنا على الصوص بتاعت الفراخ، عشان بقى دايما انا بحب يتحط الصوص بتاعت الريحان اخر حاجة، الريحان نفسه عشان خاطر تفضل النكهة فيه طازة.